على بركة الله مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هكذا تتواصل التحديات والانطلاقات، هكذا أعلنت انطلاقة الشوط الثامن، والشوط الثامن مخصص للقعدان على البركة. نسير مع البداية والمقدمة، من يستفتح الإذاعة؟ شاهين محمد بن سهيل بن عويضان، من يقدم شاهين على بداية هذا المسار وفي ثاني المراكز، كذلك الوصول من قبل اللي واصل في ثاني المراكز، مرموق هادف بن احمد بن سالم القابري، من يقدم مرموق في ثاني المراكز، ثالث المراكز الوصول كذلك من شعار بن عويضان، من يقدم شاهين محمد بن سهيل بن عويضان العامري، ورابع المراكز كذلك شاهين محمد بن سهيل بن عويضان العامري. ولكن نعود مع البداية ونعود مع المقدمة والصدارة، لا زال شاهين من يقود البداية والمقدمة، محمد بن سهيل بن عويضان العامري، ابو حمد من يقدم هذا الحضور على بداية هذا المسار مع شاهين على الانطلاق الاول، وفي ثاني المراكز كذلك لا زال شاهين محمد بن سهيل بن عويضان الوصول، كذلك من الشهم عبد الله بن حمد بن سعيد الحرسوسي من يقدم الشهم. ولكن نعود مع شاهين على البداية والمقدمة، محمد بن سهيل بن عويضان العامري، راح بو حمد على بداية هذا المسار، دير بالك الجماعة واصلين، وكذلك اللي واصل الوصول من قبل نجد سعيد بعد بن عبيد بضفيرة، ولكن راح بو حمد على البداية، راح بو حمد على الانطلاق الأول، محمد بن سهيل بن عويضان العامري من يقدم هذا الحضور. تهانينا والناموس، النقطة الثانية في مساء هذا اليوم. شكرا يا أحمد بن راشد الغيلاني من يتابع هذا الاسم على بداية هذا المسار. تهانينا والناموس شاهين محمد بن سهيل بن عويضان العامري، ثاني المراكز وصل كذلك اللي واصل فيه شاهين محمد بن غبشي بن سالم الاكتبي، وكذلك شاهين محمد بن غبشي بن سالم الاكتبي، وكذلك اللي وصل فيه من يحمل نجد سعيد بن عبيد بضفيرة. تهانينا والناموس. طولت زمني دقيقتين وتسعة عشر ثانية.